انترفيو صلاح انترفيو مع علي الزيتوني. انا ونحب انترفيو صلاح علي انا وانا زيد. علي الزيتوني حاضر بالغياب ملي اعتزل كرة القدم ما ريناش لا مدرب لا محلل لا في الإطار الفني لا في الترجي لا في المنتخب لا في حتى بلاصة. على خاطر أنا كي خرجت من تونس ومشيت لتركيا عرست بتركيا وقعدت غادي معناها قعدت ما بين تركيا وتونس. هذاك علاش اللي خلاني قعدت نقولوا معناها داخل بعض شوية ما بين تركيا وما بين تونس، يا نعمل حاجة في تركيا ولا نعمل حاجة في تونس. بالنسبة لبعض الكرة علي زيتوني عنده شركة وكيل لاعبين وتوا قاعد نحضر في حضرنا ديجا وبديت أكاديمية زيتوني فوتبول أكاديمية في تونس. بشوية بشوية بديت نرجع لتونس من تركيا بديت نرجع لتونس. مش خاطر ما عيطولكش ولا حاجة؟ لا لا. عيطولك رفضت؟ لا ما عيطوليش خاطر يعرفوا اللي عليه كي يقولوا عليه يقولوا في تركيا معناها ما يقولوش في تونس معناها يمكن الايامات القادمه ولا كي يشوفوني موجود في تونس بكثره وقتها تنجم تكون فما عروض. معناها انت تو مفتح للعروض اللي باش يعيطولك نورمال قابل ونشوف انك تكون ونشوف اي ونشوف اللي كي نبدا في تونس فما شونس اللي باش يعيطولي خاطر باش نبدا في تركيا يمكن ما يقول لك ديما في تركيا صعيب برشا باش يكون حاضر. هل نجم ناخذ من عندك اوتوريزاسيون تصريح ان ندخل لحياتك ونكشف حاجات عمرها ما تقال تقبل؟ حياتي شنو هي؟ هو اجابه بنعم ولا؟ نعم لا هو اجابه سامحني حياتي ناخذ ترخيص من عنده ومن بعد حياتي شنو في كمسيرتي الكرويه ولا حياتي الخاصه ولا انت نجم والنجم النجوم يحبوا يعرفوا عليهم كل شيء اكيد اوكي فعندي حتى مشكله نعرف علي به سميه كامله هو يضحك علي الزيتوني عاش طفوله باهيه ولا طفوله متوسطه ولا طفوله ما عندوش يد ما حبها تكون خير؟ عشت طفولة باهية من باهية فاش باهية في عائلتي مي نقصتني حاجة كان ديما بابا بون بابا ما عشتش ما شبعتش منه هذيك أكثر حاجة يمكن اللي تأثرت عليا شوية ما شبعتش منه وقت اللي أنا صغير وكي بديت نكور بديت الكارير متاعي فقدت بابا معناها يمكن هذيك أكثر حاجة اللي اليوم قاعد مقلقتني وقاعد شكون اللي رباك وانت صغير؟ كان عمي دور الاب عمي اللي هو زاد فقدته يمكن زادت كملت علي هذيك حاجة فهمت غياب الوالد عليك وانت صغير كان باختيار معناتها ولا الامور الدنيا حبت هك؟ يمكن امور الدنيا حبت هك اكثر بابا خاطر قعد في تونس وانا وامي واخواتي قعدنا في جيبس يمكن فما اسباب اللي خليتهم بعض على بعضهم خاطر بابا ما شفتوش انا معناها اللي عمري 13 سنه شفت ثلاثة مرات يمكن اربع مرات وقت اللي جيت بحذاه لتونس كلمه بابا كانت صعيبه رزينه عليا فهمتني مي الحاجه اللي فرحت بها اللي كي جيت لتونس وقابلت بابا رجعت الشمل ما بين امي وبابا واخواتي وقت اللي بديت كارييري معناها فقدت بابا فهمتني الله يرحمه وينعم ماشي يقولوا انه علي الزيتوني اليوم معناتها اكثر خوفه مع اولاده يحب بنته معناتها تعيش معاه وما تبعدش عليه لا بروف اون اي بلاصه يمشي لها صحيح. علي بنته ديما معاه صحيح كانه الاحساس اللي حسيت به انت ما تحبش قريب برشا لبناتي معناها قريب برشا لبناتي بالحق معناها اليوم اوكي موجود في تونس عندي توا قضيه جماعتين مي ديما نخمم في بناتي خاطر ما نحبش الحاجه اللي عشت انا نعيش ان شاء الله ربي يفضلهم لكم ان شاء الله يتربوا في عزك 2004 علي الزيتوني هداف البطوله في 2004 اي صحيح هداف البطوله في الليه هداف البطوله اي مش موجود مع المنتخب هدف البطولة وغير موجود مع المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم في الكوب دافريك. جاش الوقت باش تقولنا علاش؟ بون هي حكاية معناها شوف الـ 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 السؤال هذا قداش عندي معناها نعاني فيه معناها ولا نقولوا كيما ديما ورايا. صحيح معناها أنا بيدي استغربت.
اليوم كي تلقى مثلا مدرب مازال كي جاي جديد عنده شهر ولا شهرين في 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 ليكيب ناسيونال، ونعرف اليوم برشا عبيد حكينا اليوم 2021 باش يقول لك برشا توينسا ولا برشا عبيد اللي يقول لك اه نفس الحكايه خاطر هما ما حسوهاش كما حسيت انا 2004 كوب دافريك في تونس ونكون ميير بيتور في الفازا لي ونكون مانيش في مع الافكتيف ولا في الليستا نحسها معناها فهمتني. كما قلت لك كونتونور مازال جديد عنده شهرين مازال كي جاي لتونس يجي يقول لك يا فلان تحكي على روجي لومير اي يا فلان انا ما يهمنيش شو يقولوا عليك في شو سمعته في حياتك البرة من الكوره هذيك حاجه ما تقلقنيش تقلقني اللي انت لازمك تكون حاضر ولازمك تكون تكور انت وقتها تفهم برشا حاجات غادي شنو سمع عليك يتقال عليك وقتها خارج الميادين يقولوا علي الزيتوني سهار علي الزيتوني يخرج لسهريات ما توفاش سهريات نتاع ملاعبيه الكوره اللي يحكيوا عليهم يقولوا علي الزيتوني وقتها وهذا الكلام اللي وصل لومير ونجم يكون هو السبب اللي خلاه يستبعدك من المنتخب الوطني التونسي انه علي الزيتوني سهار ما نجمش يكون علي الزيتوني سهار وفي الفاز عليهم ماير بيتور مارك 8 بونتوير نجم كل ما يخرج يسهر كل بونتو ب صار في الرتور نجم يكون ليه شوف ليه مين نعطيك حاجه ليه مش اللي وصلوا له الكلام شكون اللي وصلوا له تعرفهم ولا نعرفهم مش لازم نقولوا لسه مازالوا موجودين اليوم مازالوا موجودين ومازالوا قاعدين ومازالوا يدربوا ومازالوا اللي وصل الكلام خويا اللي وصل الكلام لرجل لمير وقتها مش الغايه اللي هو يسهر واللي هو يخرج واللي هو الغايه اللي يزمك يزم السيد هذاك يبعد على ليكيب ناسيونال في الوقت هل عندك الجرأه شو ما نحبش الحوار الصراحه ما فيش جواندويت هل عندك الجرأه اليوم تعطيني اسم انت بلاعبي كنت ترى روحك موجود في المنتخب الوطني التونسي بلاصته في الهجوم عام 2004 عام 2004 اي هذيك اللي هزينا بها كوب دافريك معناتها ملاعبي ترى اللي هو كنت نجم انت تكون بلاصته في الليسته نتاع 23 بيان سور نقول لك انا نجح ابراهيم انا كنت نجم نكون في بلاصه نجح ابراهيم كنت نجم تكون بلاصه سانتوس لا زيد الجزيري لا تعرف علاش محمد الجديد هو باش نقول لك حاجه باش نعطيك اسامي تجاوب هو باش نقول لك حاجه محمد الجديد شوف انا نسميلك نسميك نجح ابراهيم سانتوس الجزيري محمد الجديدي عماد مهذبي هذوكم هي شنو هي في الوقت هذاك كانت ما بيني انا ونجح ابراهيم يا نقعد انا يا يقعد نجح ابراهيم البعض قالوا ان الكلام اللي تحكي فيه انت اللي وصل لومير قد يكون من طرف واحد من اللاعبين اللي سميتهم تنجم تكون هم مش نعطيك حاجه تعرف علاش لا خليني فيه هو باش نقول لك لا خليني فيه هو باش نقول لك استنى لا باش تجاوبني على هذا واحد من اللاعبين اللي سميناهم هو اللي مشى قال لومير راهو علي الزيتوني ماركه سهريات سايب عليك بون من سمعتوا الكلام هذا ولا انت؟ انا شوف الحقيقه سمعت العوام هذه سمعت ايه الفيرسيون هذه سمعتها؟ سمعت فما زوز من الناس ما حبونيش نكون في ملاعبي مش ملاعبي واحد ملاعبي وواحد ما نحكيوش عليه والملاعبي هذا محترف في الخارج وقتها باش نقول لك حاجه امين جاوبني عليها باش نقول لك حاجه او حوار الصراحه خليني. اسمع خليني. تمشي تحضر في بلاتوات اخرين خويا تجاوب اللي تحب لهنا تحكي لنا اجابات مقنعه اي واضح ما كانش ما تروحش اصبح ليه انا واضح قلت لك فما حاجه نقول لك قلت لي نقول اللي تحكي عليه انت محترف في الخارج ولا لا وقتها اي محترف في الخارج في اللي سميناهم كل فما زوز وقتها محترفين في الخارج واحد منهم ماهوش معناتها تونسي هو بيان سور باسم ريو ليكيب ناسيونال وكمل هدف البطوله ما نصورش تحكي على ذاك شكون هدف البطولة وقتها كامل سانتوس مش سانتوس ما نصورش كان سانتوس والاخر ما نحبش نقول خويا شنو هذيك حاجة سانتوس خاطر مش تونسي فهمتني مش عربي لا تونسي انت تعتبره مش تونسي لا مش عربي مخه مش عربي فهمتني سانتوس موتاليك ما عندوش تويت فهمتني انا عشت برشا البرازيليين عشتهم برشا فهمتني قد يكون هذا السبب اللي خلاني مش عربي ليه عشت كلايتون ديجا واديلتون عشت كلايتون وعشت اديلتون عشت قبل شو اسمه عشت زاد في تركيا دي بريزيليان ما احلاهم بالرسمي رجال وكلايتون لليوم انا ويا اصحاب اما باش نعطيك حاجه على الحكايه هذيك يمكن
نسكروا الموضوع. انا في الوقت هذاك كي يبدا فما مثلا سانتوس وجزيري ويبدا علي زيتوني في البنك وتبدا الريزلتا مش ماشي في الوقت هذاك، فما برشا عباد تتقلق. مش كي يبدا مثلا ناجح براهم موجود في البنك، دخلت ولا ما دخلتوش ما يتكلم عليه حتى حد. خاطر انا الحمد لله ما انا عملت اسم مع جمعية كبيرة اللي عندها جمهور كبير، فهمت؟ في الوقت هذاك موجود سانتوس، موجود جيز جزيري، كي يبدا علي زيتوني على البنك يقلقهم، فهمتني؟ ما يقلقهمش منك، ما يقلقش سانتوس والجزيري، يقلق الشوا نتاع نتاع الزونتونور. فهمتك، فهمتني؟ خاطر اونتونور كي يتلفت للبنك ويلقى علي زيتوني وتبدا ريزولتا مش ماشي، مش كيما كي تلف البنك يلقى ناجح ابراهيم قدام. قول انت ما عندوش حلول. مش ما عندوش حلول، خاطر علي زيتوني مش كيما ناجح ابراهيم. شو الفرق انت تحكي على علي زيتوني تحكي على ناجح ابراهيم، فهمت؟ فالعهدة تو على من روي. هو ابارامون معناتها على غرب وانت تمشي فما قلق في جرتك معناتها. ليه باش نعطيك حاجة؟ شوف باش نعطيك انا حاجة أخرى. لا لحظة اسمعني اسمعني يعني اسمعني الحوار يديروا المنشط. انا اليوم نتحكي لك الحوار يديروا المنشط. باهي انا نتحمل مسؤولية. شوف في الكلام نتحمل مسؤوليتي في اللي باش نقولوا لك توا زاد. قول لي باهي انت عندكش زهر في المشاكل وخي ساعات تبدا قاعد تهبط عليك المشاكل هكاك. ان شاء الله خير. في الكورة ها وفما شكون يعرقل لك في مسيرة. ايه الحمد لله. شوف باش نعطيك حاجة خلينا نكمل لك. بنادم لحم حلوة راهو. ففما شكون في الدنيا زاد الله غالب ما عندكش برشا زهر، بورتون عيطوا له علي زهر قبل، اما عرفش ما عندوش برشا زهر معناتها جملة. فماش زهر زهر ما فماش. والدليل على كلامي انه زوجتك تركية هكا ولا صحيح؟ معناتها أول ما عرفتها وقلت باش تعرس وعلمت العائلة نتاعك فإنه الوالدة نتاعك ما كانتش قابلة. صحيح. علاش؟ تركيا صعيبة ياسر بصراحة. والله لا شوف هي سلطان هويام باش نقول لك حاجه هاك تشوف علاش انا اليوم معرس علاش مرتي تركيا. خاطر انا كي خرجت من تونس ومشيت لتركيا كنت خاطب، خطبوا لي دارنا، انا مانيش راضي بالخطبه ونعرف روحي اللي انا تكون منك اللي خطبوها مش تكون مني ما تكونش مني خطبه تقليديه معنا خطبه شوف من العائله تسمي عليه يعني مش متسمي عليه مش متسمي من العائله. امي جات امي امك عجبتها خطبه هذا امي واختي جاوا خطبولي خطبولي كي خطبولي لقيت روحي اللي انا نعرف روحي اللي مانيش باش نكمل باش نكمل. جيت لبنت الناس كي عرفت روحي اللي انا ما نجمش نكمل معاها بعد العرس ما نحبش انا نعمل حاجه خايبه اللي نعرف روحي اللي انا مانيش مقتنع بها باش نرضي مثلا امي ولا عائلتي وبنت الناس من بعد جرتي انا تخرج من الدور. جيت قلت لها بنت الناس راني انا وياك خلينا نفصلوها من توا مازلنا كي تخطبنا خير من بعد مثلا نعرسوا ونطلقوا. هل يكون هذا سبب اللي خلى الوالده نتاعك مش راضيه على العرس نتاعك من الاول؟ لا امي وقتها مش راضيه على العرس نتاعي خاطر خافت على مش خافت خافت على حاجه اللي قاعده نعيش تعيش فيها توا. خاطر امي مثلا بعيد انا قعدت كان جيت من اخوه تونسيه راني عايش في تونس راي امي ديما بحذايا. امي خافت على الحاجه هذيا خافت على اللي مثلا خذيت تركيا وقعدت بعيد عليها تحب تشوف تحب تشوف معناها صغاري تحب تشوف بناتي فهمت تحب تكون قريبه لي. هذيك الوالده صورة فرحان الوالده فرحانه لي. الحمد لله فرحانه وبالمناسبه هذيا نتمنى لها الكل الخير خاطر الانيفرسال نتاعها عنده 40 نحب نقول لامي جوايز انيفرسير وان شاء الله كل عام وانت حيه بخير وطابت معايا برشا طابت معنا برشا بالحق يا سيدي ان شاء الله ربي فضل هيك باه شو علي شو وريك كل مره ما عندكش الحق انك تراتي ما عندكش حق تضيع راسك راس الجول باش تختار اجابه وبليجي انك تختار اجابه باش نجم تشوط كل مره شو وريك زوز تختار منهم واحد برك بين يوسف المسكني وعصام جمعة اسمك تختار عصام مصطفى عصام في الحوال عصام تختار عصام جمعة عليه عصام خاطر معناه كيما خويا الصغير معناه ملي بديت نكول في الاسبيرونس في البارك نلقى عصام بريسك تربى معايا معناه عصام نوجه له تحية ونقول له إن شاء الله ربي معاك. باهي. خا
خاطر كان يحطوكم كان يحطوكم الزوز راسكم راس الجول وعندكم زوز كور. شكون تصوروا يضيع انت ولا هو؟ ليه هو يضيع؟ شكون؟ هو هو يضيع. مريم كسب مريم كسب. هيا عرفتك نحبو. ليه؟ ولا نحبو ما يضيع. تحطيو الزوز اللي بعد. عندك زوز جول وخارج راسك راس الجول، زوز جول قدامك. شكون تعرف اسهل انك تمركي له؟ علي بومنيجر ولا خالد فاضل؟ ماركيلو من الزوز نتصور. اللي تحبه. بون بومنيجر تبارك الله بدنا وقت هكا، مي نعرفوا يدخل بعضه علي بومنيجر. علي بومنيجر تمركي. علي بومنيجر ماركيلو. سهل معناتها علي بومنيجر ماركيلو. ليه مع بومنيجر وماركواد؟ معناتها شو تدخل؟ باش نال انسى فاهم. يا علي بومنيجر قسما بالله خاتيني والله هو يجاوب خاتيني. ما طون بلوس اخترت زوز بومنيجر. شوف علي بومنيجر نحبه ولا من النادي الافريقي اختار اللي تحب خويا. شوف علي بومنيجر نحبه برشا زادا، نحبوه الناس الكل جوارد الكل خاطر متربي وقلبه بي وديما يضحك بروفيسيونيل اون بلوس ديما يضحك وعمري اسمع وديما يضحك وعمري ما ريته متغشش علي بومنيجر. اللي بعدهم هذايا ماهمش كورجيه، زوز بنات من احسن معنا من الرياضيين في تاريخ كره القدم وما فيش في تاريخ الرياضه باش تختار واحده بين حبيبه الغريبي وانس جد. باش تختار شنو؟ نختار واحده تعطيها جائزه احسن رياضيه تونسيه. بيان سور حبيبه. حبيبه الغريبي. حبيبه خاطر بون نعرفوا بعضنا، نعرف زوجها على ذيك فوالا. ليه ليه شو؟ تبندير فوالا. ليه مش تبندير؟ مش بلا بربي امان. والله مش تبندير يا بنت. قلبت الدنيا انس. كيفاش قلبت الدنيا؟ قلبت الدنيا. حبيبه قلبتها زاد. والله حبيبه قلبت الدنيا يا رب. اي زوز. هما زوز هما زوز قلبوها الدنيا. زوز هما زوز. هو حر في رايه. ليه اسمعني انا راني يا باي يا باي. لا اختر استنى استنى يا باي يا باي. انا اسمعني اسمعني. قال خاطر راجلها صاحبي وخاطر. ليه 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 والله ليه. خاطر نعرفها معناها. خاطر نعرفها. نعرفها بالكدا. خاطر نعرفها. انا ان كل شيء بالمعارف الدنيا. ليه على ذكر بلاش حبيبه الغريبي. انا نقدرهم ونعزهم الزوز. ما عندي حتى مشكلة. يعني على ذكر حبيبه الغريبي. ساعات تبدا عندك هكا شويه. افينيتي قرابة للواحد عرفته الصحبة عندها قيمة. اسمعني علي على ذكر حبيبة الغريبي وراجلها اللي هو سلموا عليه ديجا برشا من الشيء نتاعها اللي هو صديقك، معناتها هل انت تنجم تعمل كيفهم تعمل مثلا افيش بيبليسيتير انت والمدام وبناتك مثلا كيما عملوا هما؟ بون عملت في تركيا عملت مع بناتي. في تونس مستعد تعملها؟ مستعد نعملها. باهي واضح هذه اجابة. حطيت قول المسيو الاولاد. لا انا امين في 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 تركيا عملت عميل تالي و 2011 عملت زاد الشوتينج الماركه التركيه كانت سبونسور نتاعنا في في انطاليا عملت عملت شوتينج معاهم. السؤال الاخراني عندي انا اصعب زوز باش تختار ما بيناتهم. قول لي خاطر نعرفك انت ونعرفهم هما الزوز. قول لي وخمم مليح بينات خالد بدره وراضي الجعاري. انا ما نحبش نكون بلاستيك سايب جديد ولي ما ولي ما بين خالد بدره وراضي الجعايدي شكون تختار؟ شكون نختار؟ راضي الجعايدي. راضي الجعايدي متاكد لك خالد بدره شعر سيجار في الدار. شوف شوف يا عمرك شوف امين 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 انا الزوز وقفوا معي وقت اللي طلعت عمري 17 سنه طلعت سنيور وقفوا معي الزوز. هما لاك ستار اسبيرانس خالد بدره وراضي جعادي هذوما قدم لهم تحيه. خالد بدره رجع حسين جيبسي حسين اسمع اسمع حسين اسمع حسين جيبسي كنزاري شكر الوعر وليد عزيز طارق ثابت فيصل بن احمد بشير الصحباني علي اللي لعبت معاهم اللي لعب لي علي بن نجم لعبت معاهم اللي لعبت معاهم الكل سليم شيبوب سليم شيبوب ربي يخلص واحلو ان شاء الله ان شاء الله وربي يفرج عليه خاطر بالحق عاون برشا وقف مع برشا جواريات وعاون برشا جواريات. فيش عاونك انت؟ حب ياسر علي زيتون نعطيك انا السكوب يموت على الورقه نتاعي انا توك كلامه صحيح كلام صحيح بالحق دلول بالحق دلول بالحق علي دلول. يقولوا انه كي خرج سليم شيبوب مثل راجل تونسي فانك حبيت تغادر معاه. الله يعطيك الحق. هو باش نعطيك حاجه هو كي خرج انا وقتها بديت شوف 2005 خرجت. هلا اسمع شو اخترنا هذا يكون ما يعنيني شيئا. نعطي انا حاجات للتاريخ خليه يقعدوا مسجلين. علي الزيتوني خرج ياسر هو واحد صاحب. فاق بهم سليم شيبوب شنو عمل لكم؟ ما عملنا شيء نهار تروح. اي ما تحب الفيشات. هاي الفيشات خويا.
لازم يعمل لهم امبارح. وقال لي ليه راه عيط ليش ليكيب ناسيونال؟ قال لي ليه ما نخرجش نسهر. هو سليم شي بوفق بهم خرجوا يسهروا. باهي هذيك هذيك شوف. اي ماشي شوف انا نحكي نحكي انا نحكي. اسمعني عادي لا لا. نحن خرجنا سهرنا بعد ما هزينا بوتول. أما أول مرة نخرج نسهر أنا وواحد صاحبي. روحته بالكيس. والله ليه ليه؟ بشوي وقتها صغار نحن صغار. ليه والله بالرسم أصغر أصغر وحود هزونا وقتها. هزوهم مو مسكة ما يعرفوا. أنا ما فهمت شيء. أزمان. بعد ما روحنا من السهرية. منظر تلقاه. ليه ليه؟ شكون صاحبك من إسبيرونس مشى معك؟ يمكن نسميه. إي نورمال. بو مشيت أنا وأيمن بوشيو. آه. هاي أيمن بوشيو. أحكي أيوة بشيو ولا فضايح ولا فضايح على شيء فضايح عايزين تيتر ماشي نسهر يمين يبدأ يمين بعد ما سهرنا وكملنا وروحنا من غدو كلمونا أيوة بشيو علي زيتوني جيو الليدار تو من الوتيل للإدارة فهم في درجة كملوها تي على ساقيك ما على ساقينا صحي ضربناه في يمكن ساعة غير بوع اي ما عاد الأمور تاع السهرية عاد راك معك أمين 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 ليه ليه مش تاع السهرية سامي شو تسعري؟ والله أنت تمشي الأول والله أنا نمشي الأول ليه أنت تمشي الأول أنت؟ نعمل أخوي نعمل وقت خطوة القدام وعشرة تيل أي وصلتوا قدام بس مش قلق والقوة الكل يأخذ لنا هم فوق معناه يشوف فيكم يشوف فينا هم فوق بيرو أي بعد يأخذ لنا وصلنا أخوي غد سهرتوا قالوا ليه ما سهرناش أيوة أما طول الليل ما سهرناش فما ميليشيا توصل له وقتها قالوا يعني قال لي سهرت قلت له برجليه سهرنا معنا خرجنا بعد ما هزينا شامبيون هزينا بطوله فرحانين شيخين سهرنا عملنا جو وكل شيء هو قال شربت خطيني قال ولا كان الفنطة الفنطة تحية السيم شبوب ان شاء الله ربي فرج عليه شوف هو وقت بالحق معناها اسمع القوة نتاعو بالحق ربي يفرج عليه معناها برشا من العباية يحبوه بالحق ربي يفرج عليه ربي يفرج عليه خاطر بغشوا بكل شيء و وسامحنا ديما نعملوا جو فاسمع ديما نعملوا جو ديما فرحان بون ما عرفش كان صدقكم ولا امانه صدقتكم على الاخر معناتها على السهريه اللي صارت تصفيقها كبيره برشا حوار الصراحه مع علي الزيتوني